حسام حسن المدير الفني المنتخب مصر هيعقد النهاردة مؤتمر صحفي الساعة 7 مساء، وده للحديث عن مواجهة بوركينا فاسو واللي هتتلعب يوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم. وكمان مسؤولين منتخب مصر هيفتحوا النهاردة التدريب الأخير قبل مواجهة بوركينا فاسو أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وده قبل خوض أول لقاء رسمي لمنتخبنا الوطني تحت قيادة حسام حسن في تصفيات المونديال أمام منتخب بوركينا فاسو. بعثة المنتخب الأولمبي لكوت ديفوار وصلت امبارح إلى القاهرة، وده لمواجهة منتخب مصر الأولمبي ودياً يومي 7 و 11 يونيو الجاري ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024. والزمالك فاز على النصر بنتيجة 3-1 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم على ملعب الزمالك بمية عقبة في إطار استعدادات الأبيض لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. الثلاثي المصري نور الشربيني، سلبا هاني ونور الطيب اتأهلوا للدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش واللي بتستضيفها بيرمنغهام، وده بعد فوز نور الشربيني على ساتومي وتيمبي بنتيجة 3-1، وكمان فازت سلبا هاني على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، وكمان فازت نور الطيب على هنا رمضان بنتيجة 3-0. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش أعلنت عن اختيار نوران جوهر ودياجو الياس كأفضل ثنائي في الشهر الماضي، وده بعد تتويجهم ببطولة العالم للسكواش. بعثة منتخب مصر للسباحة البارالمبية سافرت للعاصمة الفرنسية باريس، وده للمشاركة في بطولة ليموج الدولية للسباحة البارالمبية واللي هتقام في الفترة من 4 ل 10 يونيو الجاري. نادي توتنهام الإنجليزي أعلن امبارح عن قميصه الأساسي الجديد، وده استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل 2024-2025 واللي هينطلق في شهر أغسطس الجاي. منتخب إيطاليا اتعادل مع منتخب تركيا سلبيا في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم أوروبا يورو 2024 واللي هتنطلق يوم 14 يوليو المقبل. كمان منتخب البرتغال فاز على منتخب فنلندا بنتيجة 4-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. والاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن تفعيل تجديد عقد المدرب لويس دي لافوينتي وطاقمه التدريبي لغاية مونديال 2026، وده قبل انطلاق منافسات بطولة أوروبا 2024. خلصت نشرتنا الرياضية، ودلوقتي عودة مرة تانية لجمانة ومصطفى لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة.